شي غالي. نظرات وتقاسيم وجه تروي عناء تكبده عم سعيد ذو 85 عاما، شباب ضاع وراء لقمة العيش ومشيب أرهقه شح راتب التقاعد، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة. ما تكفينيش لاباي نتاعي أنا، 500 ألف نتاع التريسيتي وزيد نتاع الماء، ها؟ مي باش تكفي 3 ملايين هذه؟ هذه 3 ملايين ما تكفينيش، ما كتكفيش، مانيش عايش مليح كاع، وحنا اللي تعبنا على البلاد هذه، خدمنا فيها بزاف، نجيب شكارة حليب ونجيب شوية راس شلاده ونفطروا بها، هذا ما كان، واش نروحوا نقتلوا الناس باش نحيوا لهم الدراهم؟ حنا ماشي قتالين لا اللحم لا والو، ضرب الشلاده طوماطيش رخيصه شويه، اللحم والو، سردين والو، 25 ألف، 75 ألف، ما ناكلوش كاع، اللحم كيف كيف، الدجاج غالي، كيفاش تعيش في البلاد هذه؟ ما قدرناش نعيشوا، ما يمدولكش الدراهم الولاد نتاع دروك، سمعت؟ يقول لك أنا ماذا بيا نتزوج ونروح وحدي، ما نقعدش معاكم، فهمت؟ يخليوا الشيوخ هاملين الولاد نتاع دروك. ماشي ملاح. عمي سعيد هو مثال عن متقاعد جزائري يعيش أياما صعبة منذ دخول البلاد في حالة التقشف، وضعية تزداد تأزما مع استمرار ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.